بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيف بن عمير وكل الاخوان. ايها الاخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. على الخير ايها الاخوة والمحبة، تنطلق هذه الالوان الجميلة وهذه الشعارات الكبيرة العملاقة في هذا الميدان الكبير وفي هذا الحضور الكبير. على الخير والبركة تنطلق هذه الأسماء الكبيرة، 64 اسما لامعا باحثا عن الناموس، باحثا عن السيارة الثمينة وعن الزعفران والخير، مباشرة إلى المركز الأول، مباشرة إلى شعلة محمد بن عيسى بن مطر الفلاحي، مع المركز الآن الأول والصدارة، والمركز الثاني جماهير، جماهير التي تحمل هذا التدخل الكبير وتعود ملكية محمد بن حمد بن مطيرة بن عميرة الشامسي بن مطر بن عميرة، الواصل والمنطلق والطريق الآخر الذي شق طريق إلى هذا التقدم الكبير. ها هنا شعار المنصوري أحمد بن خلفان بسيف المنصوري مع مجرة، وصول وتدخل، وصول وتدخل، الله 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 الله، من هذه الأسماء الكبيرة الراحلة. هنا راهي حمد بن الطوير الأسود العامري الواصل والمنطلق والباحث أيضا عن الناموس. يا سلام يا سلام، ها هنا التحدي، ها هنا الوصول أيضا الكبير من قبل السبعة، محمد بن طحنون بن جابر المري الواصل والمنطلق والباحث عن الناموس، بينما القدوم الكبير من المركز الآن المتدخل، ها هنا وصول من قبل عنفوان سالم بن راشد بن صالح الفهيدة المري الواصل والمنطلق والمحلق من خلال حضور هذا الشعار الكبير. وصلت الجوهرة علي بن بطشاب بن صالح المحامض الواصل والمنطلق والباحث عن سيارة هذا الشوط. أين الناموس يذهب؟ أين القوة التحديات تذهب؟ الله يا خيال، علي بن راشد بن غانم المنصوري مع خيال، مع القوة والتحديات. أعود إلى المركز الأول، أعود، أعود من حيث أتيت، أعود إلى المركز الأول. وما هي أخبار القيادة؟ وما هي أخبار السيطرة؟ إنها التحديات، إنها راهية. يا سلام يا سلام، راهية يا راهية، مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى ومع القوة الأولى مع الناموس. المركز الأول والصدارة، يا سلام. المركز الأول والقيادة، الله 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 يا المنصوري، خيالي يا خيال، علي بن راشد بن غانم المنصوري مع المركز الأول، روح يا المنصوري روح. المركز الثاني بشاير جلهم بن غصاب آل حمدان الدوسري، ضيف عزيز من المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصول يا سلام من قبل انتصار مبارك بن علي بن مبارك العجمي مع المركز الآن الثالث والمركز الرابع. أين التحديات وأين الفوز؟ أين الوصول وأين الناموس يذهب؟ هنا راهية حمد بن الطوير بن الأسود العامري الواصل والمنطلق، وأرى تدخل، أرى تدخل من الزاوية الأخرى من قبل الذاير مسلم بن حمد بن متعب العامري. وصلت الذاير وخطير وقادمة إلى الساحة بقوة، بينما القدوم من الجهة الأخرى إنها الزعيمة محمد بن عبد الله بن جار الله النابت المري الواصل والمنطلق. أين الناموس يذهب؟ أين السيارة تغادر؟ أين السيارة ترحل؟ إلى من في هذه الأسماء؟ يا سلام يا سلام يا سلام. هنا التحديات أيضا، وصلت هرمز، بدأت تنضم هرمز الواصلة والمنطلقة والزاحفة من الخلف عبد الله بن سالم بن علي الوهيبي، يا سلام، بينما القدوم هنالك والتدخل من جماهير محمد بن عميرة الشامسي. يا سلام يا سلام يا سلام، الناموس وين؟ القوة وين؟ التحدي وين؟ أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود. ها هنا المسافة وهنالك الإعلام ترحب بهذا
قدوم الكبير. يا سلام يا سلام، نوف محمد بن مبارك بن علي المنصوري تدخله رائع ومميز، والتحديات والإثارة أيضا من بشاير. بشروني عن شاب بشاير الخير، هذه هي بشاير، هذه هي بشاير، هذه هي التحديات. الدوسري الدوسري مع الناموس، يا سلام أين الناموس يرحل؟ المركز الثاني هنالك أيضا خيال علي بن راشد بن غانم المنصوري، وشوفوا الجهات الأخرى، شوفوا التحديات وشوفوا السلامات. يا سلام أين التحدي؟ الذاير الذاير بن متعب، يا سلام يا سلام، ولكن مع المقدمة مع الصدارة مع الناموس مع الناموس مع التحدي. يا سلام يا سلام، بشاير الدوسري، بشاير المملكة العربية السعودية، ولكن الخطورة الخطورة الخطورة. يا سلام يا سلام، الذاير يا الذاير، اسم على مسمى، سلامي عليك العامري، سلامي عليك العامري. هذه هي الذاير، هذه هي الذاير، هذه هي السلامات. هذا هم ابناء الساد، هذا هم ابناء العين. سلام الامارات سلام، سلام العامري سلام، سلام الذهب سلام، سلام الذاير سلام، سلامي عليك يا العامري على هذا الاداء وعلى هذه العروض. مسلم بن حمد بن متعب العامري، وسلام يا الساد سلام. المركز الثاني بشاير جلهم بن غصاب الحمدان الدوسري، وفي المركز الرابع الزعيم محمد بن عبد الله بن جار الله العلي النابت، وفي المركز الرابع المركز الرابع هوايل صالح بن عبيد بن خالص العامري، وفي المركز الخامس شكرا لكافة الزملاء، المركز الخامس كان حضورا رائعا ومميزا مع شعل محمد بن عيسى بن مطر الفلاحي. أيها الأخوة الكرام، رأينا الذاير التي بالفعل اسم على مسمى استطاعت أن تغادر بالسيارة إلى هالي العين دار الزين. ومساء الخير يا الساد، مساء الخير يا ساد النواميس، تحية من قاع البحار، تحية إلى السماء السابعة، تحية يا هالي الصومعة، مع الخير ومع الذهب. سلام الإمارات سلام. المركز الأول والتحية، 6 دقائق 8 ثواني، وفاء وتماما وكمالا. والتحية الكبيرة لمالك الذائر مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري. والمركز الثاني أيضا قدمت عروض رائعة ومميزة، 6.99 أجزاء من الثواني. التحية الرائعة والمميزة أيضا مع القوة العظمى الحاضرة، هنالك بشاير ذهبت بالسلامات لأهالي المملكة العربية السعودية الشقيقة. وسلام يا الدوسري سلام، وسلام يا وادي الدواسر سلام. 6.12 5 أجزاء من الثواني. صاحبة المركز الثالث هي الزعيمة اسم على مسمى محمد بن عبد الله بن جار الله بن علي النابت المري، وأيضا دولة قطر الشقيقة من تستاهل السلامات. ها هنا شعب دائما يرحب ويحيي الحاضرين وكل